السلام عليكم. فاطمة الزهراء، رئيسة جمعية شمس الحقوقية للتنمية الاجتماعية. الجمعية اللي ما كتدافعش فقط على الحيوانات، هي جمعية حقوقية كنحاولوا نكونوا صوت من لا صوت له، وكان اي واحد احتاجنا ودق بابنا ما يمكنش لينا نخيبوه. هاد لي بينيفول اللي دقوا بابنا هاد المرة باش نحاولوا ان نلقاو حل مجموعين ونكونوا يد في يد مع هاد المتطوعين اللي كيحبوا الحيوانات واللي قلبهم كيقتلهم على هاد الحيوانات. ايفيكتيفمون الجمعية بحثات ولقات ان كاينة واحد الاتفاقية موقعة نهار 28 فبراير 2019، وهذه الاتفاقية من توقعات من طرف هيئة الأباطرة، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، السلامة الغذائية، بأوامر ملكية. يعني الملك محمد السادس نصره الله هو اللي عطى الأوامر ديالو باش هذه الاتفاقية دار. إيفيكتيفمون هي في الوراق كاينة، ولكن مازال ما خرجاش حيز الوجود. وهذا الشيء اللي كيطلبوا هاد المتطوعين وكنطلبوا حتى حنايا كجمعيات محبة للحيوانات، هو أن الحيوان خاص حقه يتحمى. وهذا القتل الهمجي اللي كيطرى للكلاب الضالة راه حنا غير موافقين عليه، وتا واحد فينا ما كيحب أن شي حيوان يتقتل بهذه الطريقة البشعة. لهذا دارت هذه الحملة التحسيسية التوعوية من أجل تفعيل الاتفاقية اللي توقعات بالأوامر الملكية باش تفعل. اقترحنا على الإخوان وعلى المتطوعين وعلى كل مغربي محب للحيوانات أنه يوقع معنا واحد العارضة. هذه العارضة هي باش تخرج الاتفاقية حيز التنفيذ، باش نقدروا نوقعوا هذه الاتفاقية. كيخص كل مواطن مغربي عنده غيرة على الحيوانات ديال بلادو، وأي مواطن كيوصل واحد الفيديو كيشوف فيه كلب ولا قط كيموت بالسم ولا كيتقتل بالقرطاس وكيضروا خاطرو، ما يبقاش غير يضروا خاطرو ويشوف ديك لا فيديو يبقى بلا نعاس، لا، ينوض ويوقع معنا هذه العريضه اللي اقترحتها جمعيه شمس الحقوقيه للتنميه الاجتماعيه. راه الطريقه سهله، خاص يكون عندك رقم البطاقه الوطنيه، الرقم التسلسلي في اللوائح الانتخابيه او رقم الانخراط في اللوائح الانتخابيه، والاسم والنسب ديالك. وشكرا بزاف الاحداث انفو على الحضور ديالهم، وشكرا حيت عطاونا فرصه باش نوصلوا الكلمه ديالنا وكلمه هاد محبين الحيوانات والمتطوعين اللي بصح كيديروا مجهود كبير على ود هاد الحيوانات. شكرا بزاف. المره غادي يتجمعوا الناس، غادي يهضروا على واحد الكائنات اللي ما عندهمش صوت. حنا خصنا نكونوا الصوت ديال، حيت هما ما تيهضروش، حيوانات كاملين، لا الكلاب ولا المشاش ولا كاع الحيوانات. يعني اسمح لي انا كنحرك يدي بزاف. يعني حنا كبشر كيخصنا حنا نكونوا الصوت ديال هذوك الحيوانات اللي ما تيقدوش يهضروا، ما كيقدوش. هما الحيوانات راه كاع الحيوانات عندهم الاحاسيس بحالهم بحال بنادم. انا كنشوف بان الحيوان بحالو بحال الانسان، اوني توس دي زانيمو. غير الانسان هو الطوار كونه انه عنده عقل عنده صوت، عنده ذكاء، عنده هو الحيوان عنده واحد النوع ديال الذكاء وداكشي، ولكن ما كيوصلش مستوى ديال شحال هذه من قديم الزمن ملي كان الانسان، كان الانسان بحال الحيوان، كان متعايش مع كي الحيوان كانوا في ارض وحده متعايشين. الانسان تطور، دار العمارات، دار الطرقان، دار هذا، اذا جرى على الحيوانات. حنا ملي تنقولوا هذا الشيء ديال البروتيكسيون ديال اولا الحمايه ديال الحيوان، راه ماشي شي حاجه غادي نصدقوها عليه، راه من حقه هذاك الحيوان. راه الكره الارضيه راه تجلت الكائنات كاملين، الحيوان والبشر والنبات والاشجار. الانسان هو المتوحش ماشي هو الحيوان، الانسان هو اللي دمر الكره الارضيه. ودابا شفتوا النتائج دابا اللي كاينه، دابا هادشي ديال البيئه، هادشي اللي وقع في استراليا ولا اللي في الامريكا اللاتينيه ولا حنا نيت في المغرب، شحال من كل عام كتحرق لينا الاشجار وكل الغابات وهذا. امين فونداتور دو جروب بروتيكسيون دي زانيمو ماروك، نظمنا حمله تحسيسيه للمواطنين باش نوصلوا لهم الميساج ديال الاحداث اللي طراو في هذه الايامات الاخرى واللي كيطراو منذ سنين، وهي
وهي قتل الكلاب الضاله وتسميم القطط والكلاب والعنف ضد جميع انواع الحيوانات. حنا جينا نوصلوا هذا النهار هذا واحد الميساج باللي وصلنا واحد الميساج للمسؤولين بان هاد الطريقه الوحشيه باش كيقتلوا بهم هاد الحيوانات راه حنا ما قابلينهاش. ووصلنا للمواطنين بان راه وصلنا لهم بان راه هاد الطرق اللي راه كاينه، لان المواطنين كيتشكوا من حاجه وحده اللي تقريبا كنسمعوها تقريبا في كاع في الصحافه في التلفزيون في كل شيء، اللي هما كيتشكوا من السعر وتهديد هاد الكلاب هادو المواطنين. حنا كنقولوا لهم بان راه منين حتى الحلول اللي دايرينهم دابا كيقتلوا فيهم وكيسموهم ما ماشي حلول اللي نفعات المواطنين. راه مازال دابا كنسمعوا بان راه كلب عض مواطن ولا شي حاجه بحال هكا. حنا جبنا واحد الحلول بديله واللي غتكون افيكاس 100% مضمونه من عندنا، وهي التقييم والتلقيح، والتلقيح ضد المرض اللي هو السعر. وهاد الحمله هذه درناها اون كولابوراسيون افيك لاسوسياسيون الشمس مع لو غروب بروتيكسيون دي زانيمو ماروك. كنشكر هاد الجمعيه اللي مكناتنا باش نوقفوا ونوصلوا صوتنا هاد النهار هذا. وتقريبا هاد الحمله هذه راه جمعات ناس من جميع المدن، من الرباط، كازا، تماره، طنجه، رجاء. تقريبا حسينا بالناس كانوا باغيين يوصلوا صوتهم، وهاد النهار هذا ممكنهم باش يوصلوا صوتهم ويخرجوا داكشي اللي كان عندهم قلب. راه جابتهم الغيره ديالهم على 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 واحد الحاجه عطانا الله سبحانه وتعالى، هي الرحمه، الرحمه اللي للاسف الشديد اللي مشات لينا وغادوا كتموت يوم بعد يوم. كل نهار كنسمعوا شي اخبار سواء عندها علاقه بطفل او لا بانسان ولا بكذا، ولكن باش نسمعوا على الحيوان راه بزاف نسمعوا على الحيوان كيتقتل كيتسمم. مؤخرا في الباطوار السيده كتسمم في الكلاب وكتضحك، راه هذا امر خطير. غدا غتسممنا حنا، غدا غتسمم ولادنا، غدا غادي يقتلوا الكبير والصغير. ملي كنشدوا البندقيه وكنطرقوا كلب وكتعطيك قلبك كيف ما بغيتي تكون، وضرب كلب ضرب قط، غدا غضربني انا وغضربك انت، لان هذا مات. حنا دابا المغاربه الله يجازيكم بخير، حقيقه كاين مشاكل كثيره وحنا غادي نبقاو، ولكن بعدوا من الحيوان، جيبوها فيا انا، جيبوها فيا انا، بعدوا منا داك المكمات، ما عندهمش لسان باش يقول لك بعد مني ولا غيهرب. الله يجازيكم بخير، كلكم صوت، الا ما تسمعش الصوت بطريقه اداريه راه كلكم صوت في بيوت ديالكم مع وليداتكم. راه الرحمه راه ما عرفتوا باش ربي غادي يعتقكم. راه الرحمه راه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ما ارسل الى رحمه للعالمين، رحمه اللي مشات من قلب المسلمين هربت. كي نديرو تنجيبوها، ها هي اللي بغينا نحيوها، ها الارض اللي نسقيوها، هي قلوبنا نسقيوها بالرحمه، راه مات الحب في قلوبنا. الله يجازيكم بخير، نتوما صوت لوليداتكم وصوت لجيرانكم، ذكروهم على الاقل بالثقافه ديالنا الاسلاميه، بالثقافه ديالنا الشعبيه، بالحقوق اللي موجوده اللي هي وطنيه وكونيه. قولوا لهم راه حرام تقتلوا هذوك البكمات، ما عندهمش الصوت باش يعبروا على رؤوسهم، راه تما كيحسوا. انا دي دخلت علينا الصحه، ما عمرني اكتشفت فيها الغريب، ما عمرني عرفت ان الحيوان عنده احساس، هذه اكتشفتها وهذا هو اللي خلاني شديتها. ما عمرني عرفت حتى هي كتغير، حتى كتحشم. تخيلوا الا بغات تقضي حاجه كضرك، هذه راه دايره بنادم كيديرها قدامك. وسمحوا لي الا قلت لكم بحال هكا، والله يجازيكم بخير، كلكم صوت. راه واحد ممكن الله سبحانه وتعالى وممكن بقلبه بالصدق ديالو يحيي به امه. بلغوا وبلغوا الحب، فان ان كان الحب في قلوبكم سيصل مهما بلغت ومهما يعني كبرت الجبال سيصل. وما عرفش ربي باش يعتقكم. غنعطيكم واحد الحادثه كانت وقعت شتا في ناشيول جيوغرافي واللي بغى يرجع ليها. واحد رجل اجنبي كان كيدير تحسيس التوعيه بقتل الغوريلا بهذا، لان كانت غاده تنقرض.